الدفاع الحزين. هذا عار هذا عار صهيوني وصدقاء، هذا عار هذا عار صهيوني سير بحالك، والمغرب سيدي عليك صهيوني سير بحالك، يا صهيون يا ملعون كيف ما كنشوفوا هذه عندنا مبادئ اضرب 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 كيف ما كنشوفوا الان هاد الوقفه هادي نضمناها كجبهه مغربيه لدعم فلسطين وضد التطبيع باش نعبروا على الراي ديالنا والموقف ديالنا وديال اللي كنعتبروه موقف ديال المغاربه كاملين من القضيه الفلسطينيه ومن الزياره ديال وزير العدوان الصهيوني بيني غيت. الا اننا نفاجأ بالتدخل العنيف ديال السلطات العموميه حوات العموميه اللي منعتنا بالتعبير على الراي ديالنا. الشعب فيه موبيليزي على الشعب، 50,000 واحد على الشعب باش يقول كلمه الحق. ما بغيناش صهيون في هاد البلاد، ما بغيناش خداله في هاد البلاد، حنا ما مطبعينش والمغاربه فهموا القضيه. راه صهيون ما غايجيب لينا غير مشاكل على اللي بغى يعتقل يمشي يعتقل المجرمين الصهاينه اللي راهم في البلاد اللي جاوا البلاد اليوم، يعتقل ذوك الضباط وذوك الجنود اللي جاوا اليوم. وكنقول لهاد المجرمين الصهاينه على انه المغربيه المغاربه ما كيرحبوش بكم، واللي كيرحب بكم هو النظام المغربي وهو اللي كيحميكم بالبوليس وبالعسكر، اما حنا رافضينكم لانكم مجرمين حرب.